خفيفة. الله يجزاك، ما شاء الله عليك. لكن البراد الجو إن شاء الله تحسن. ويجعلنا الشتاء إقدام. نسأل الله سبحانه وتعالى ينزل علينا خير الغيث. آمين. أي أنزل علينا الغيث. آمين. وينفع به استغاثة يوم الخميس. ينفع به المسلمين. نعم. يوم الخميس استغاثة. نعم الحمد لله. وإن شاء الله. أقول بركة الاستغاثة إن شاء الله. نزلت الغيث على المسلمين. وعلى العباد وبلاد قلامي اللهم أمين. ويغيثنا والمشاهدين من كل خير في الدنيا والآخرة اللهم أمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيا صحا مجللا نافعا غير ضار تحي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. نعم. وتنفع به المسلمين يا رب العالمين اللهم أمين. أحيانا ترى مع سبحان الله بعض المناسبات مثل تشوف هذه طلعة يعني وبعد دخلنا في موضوعنا الأساسي لكن بعض المناسبات أنا وصلتني رسالة عرفت كيف؟ مع الاستسقاء وكذا فجاءت رسالة يقول لك أن المطر لا تدعو الله أن الله ينزل عليك المطر لأن الآيات التي وردت في المطر كلها يعني تفيد بالعذاب مطر السوء وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين إلى آخره من الآيات لكن الصحيح أنه لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ مطرنا بفضل الله ما شاء الله ورحمته اي نعم حديث صحيح وايضا في اللغه اي نعم ولذلك في اللفظ القراني قال ايش مطر السوء نعم لكن في مطر خير صح اي فهي تستخدم يعني كذا وكذا يعني بعض الناس يستعجل لا وكثر خيرك جبت الحديث الصحيح اي نعم عندما امطرت السماء ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح مع الصحابه فقال اصبح بي الله تعالى يقول مؤمن وكافر فقال صلى كيف قال من قال مطرنا بنوى كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب نعم ومن قال مطرنا كلمة مطرنا ايه بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب اي نعم فالشاهد هذا دليل جزاك الله أن أحيانا قد ترد يعني رسائل في الواتس خاصة في الواتس يعني مجهولة المصدر فنسأل الحقيقة نسأل أهل العلم والعلماء والمشايخ الحمد لله ربي يعني جعلهم ما شاء الله يعني بكثرة في هذه الأزمنة فنسأل حتى لا يعني نفهم مفاهيم خاطئة خلونا نرجع لموضوع